ازيكم يا شباب، يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. درس النهارده ان شاء الله هنتعلم ازاي نصمم منيو من الصفر. طيب مبدئيا كده لازم نعرف المنيو مقاسه وازاي نقسمه. طيب احنا دلوقتي لو هنشتغل على الاي 4، الاي 4 ده هتعرفه ازاي او يعني ايه 4 اصلا؟ الاي 4 ده بيكون مقاسه مثلا 29.7 × 21. طيب انت مش عارف كل الكلام ده، هقول لك الحل ازاي. انت لو رحت على فوتوشوب دلوقتي بالشكل ده وطلعت عند كلمه فايل ودوست نيو وجيت عند كلمة برينت، هتلاقي كل المقاسات اللي انت ممكن تحتاجها في شغل الاوفسيت، زي مثلا الليتر وعندك الاي 4 هو الاي 6 الاي 5 الاي 3 كل الكلام ده. طيب الاي 4 ده اللي هو يعني المفروض ان هو المقاس اللي دايما كل الناس بتشتغل عليه المنيوهات. طيب انا دلوقتي مثلا هشتغل المنيو بتاع بالعرض بالشكل ده، تمام. طيب دي المساحة كلها، انا عايز اقسم المساحة دي على 3 صفحات على اساس ان هي تديني 3 صفحات في الوش و3 صفحات في الظهر، فيبقى 6 وشاش زي ما بنشوف في اي منيو بنمسكه في اي مطعم. طيب اقسمها ازاي؟ مبدئيا كده انت لازم تعرف المقاس العرضي ده كام عشان تبدأ تقسم. فانت لو رحت عند ايميج كده وجيت عند ايميج سايز هتلاقي ده المقاس المنيو بالبكسل. طيب انا هغيره للسنتيمتر، هتلاقي ان هو بالسنتيمتر 29 فاصله او بوينت 7 × 10 و21 الارتفاع. طيب انا عايز اقسم ال 29 فاصله بوينت 7 × 10 دي على الثلاثة، فانا ممكن مثلا لو انا راجل محتاج ابسط الامور على نفسي، تمام، ممكن مثلا اجيب آلة حاسبة عادي اهو، تمام، وهكتب هنا 29.7 على الثلاثة هيديني كام؟ 9.9. طيب يبقى انا كده عرفت ان كل جزء من المنيو ده لازم ياخد المقاس ده عشان يطلع لي التلاتة مظبوطين. طيب هقسمه ازاي؟ ركز معايا، هتروح عند كلمة فيو وعند نيو جايد. نيو جايد دي هو الخط اللي هو هيحطه لك زي ما انت عايزه بالظبط. طيب لو انا خليت النقطة دي كده او العلامة دي من فوق كده، يبقى انا هخلي الخط ينزل من فوق لتحت، لا احنا عايزينه بقى الخط يجي من الجنب من الشمال لليمين، فهعلم على العلامة التانية، تمام، وهنا هكتب له 9.9. اوكي شايفين هو كده عمل لي اول وش اهو. طيب عشان اسهل الامور على نفسي انا ممكن اجيب السيلكت واروح عامل سيلكت على الجزء بس اللي هو عمله لي ده، وهروح شادد بالماوس كده لحد السيلكت ما يكون شماله عند اول الخط ويمينه يكون هنا كده بالظبط، وشايفين الخط اللي شبه المسطره اللي على الجنب ده ممكن يبقى مختفي عندك بالشكل ده. لو دوست كنترول ار هيبدا يظهر بالماوس كده، هتشد خط معاك اهو لحد ما توديه لاول السيلكت من على اليمين، وبالتالي يكون المنيو اتقسم معاك بكل سهوله وسلاسه ومفيش اي صعوبه في الموضوع. طيب يعني انا كده بصيت يبقى عندي هنا اهو وش، تمام، وده وش اهو، تمام، وده مثلا وش كده التلاتة. لما بتخلص تصميمك مثلا انا هختار هنا مثلا اللوجو، يعني هنا كده انا هستخدم ان ده مثلا الوش عادي، هستخدم مثلا هنا اللوجو بتاعي، الستوك بتاعي، بيانات التواصل، تمام. في الجزء ده ممكن احط اسعار وكل اللي انا عايزه وصور والاكلات وكل الكلام ده، وهنا برضو نفس الموضوع. وفي الظهر بقى طبعا احنا بنستغنى عن البيانات التواصل وعن اللوجو وكل الكلام ده، وبتكون اسعار واصناف المنيو فقط يعني، تمام. ولما بيتطبع طبعا بيتقسم وبيتطبق بنفس الشكل اللي انت شايفه. برضو عشان ابسط عليك الامور، لو رحت كده عند جوجل وكتبت منيو هيبقى بالشكل ده زي ما انت طبعا بتشوفه في اي منيو بتمسكه بقى، تمام. طيب فخلينا كده احنا عرفنا التقسيم والمقاس وعرفنا كل حاجة، تعالوا بقى نعرف ازاي نصمم وننسق، تمام. طيب انت طبعا بيكون معاك البيانات، بيكون معاك كل حاجة تخص المنيو، فانا عشان مش معايا حاجة جاهزة فاحنا هنخش سريعا نجيب مثلا اللوجو، هكتب مثلا شيكن لوجو مثلا، هنزل 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 لحد ما نلاقي مثلا حاجة شكلها كويس. يعني ده كويس وده كويس، ماشي، يعني خلينا مثلا ناخد لوجو زي ده نشتغل عليه،
هفتح كده الستريتور ان شاء الله باذن الله، يعني الكورس يكون سهل وبسيط. انا هحاول بقدر الامكان ما اطولش في الشرح كتير، وتكون المعلومات بسيطة وسهلة يعني. طيب ده مثلا اللوجو، بس في حاجة مهمة، انا عاوز اللوجو زي ما هو كده، مش هعمل حاجة اهو. كل لوجو طبعا بيجيلك بألوانه تمام وبالهوية البصرية بتاعته. طيب مبدئيا كده انا لازما اي لوجو باخده من اي عميل لازما اشتغل على الهوية بتاعته، ما ينفعش يكون اللوجو جاي لي مثلا بالاحمر وبالاصفر اروح انا اشتغل بالازرق والاخضر وكل الكلام ده، لازم يكون في تناسق في الهوية البصرية. ركز جدا، موضوع الهوية البصرية ده موضوع مهم ولازما هنتكلم عنه ان شاء الله. طيب مبدئيا كده مثلا اللوجو بيجي لي بالشكل ده، ببدا اشوف الالوان بتاعته هو شغال على ايه تمام. فببدا مثلا هو شغال على الاحمر والاصفر. طيب الاحمر معروف ان هو للاكل والشهيه والقوه والنار وكل الكلام الجميل ده، فبيفضل طبعا اللون الاحمر في المطاعم. طيب انا مثلا هاجي عند الباك جراوند اللي تحت دي، وهاجي عند شكل الدايره دي، وهاجي عند كلمه سوليد كلر عشان اعمل باك جراوند، وهاخد مثلا من نفس الدرجه الحمراء او الدرجه الغامقه بالشكل ده تمام، وهعمل نيو لاير من هنا كده، وهجيب مثلا البرش اكبر السايز، اجيب الخفيفه الت، وهاخد من نفس الدرجه، اروح عند المربع ده اخلي الاحمر الفاتح وهدي كليك فيعمل معايا اللسعه اللي انتوا شايفينها دي. طبعا الموضوع ده عشان شرحناه كتير قبل كده، فانا مش عايز اكون بطيء قوي في تفاصيله، ممكن الناس تقول لي انت سريع جدا، بس معلش عشان وقت الفيديو ما يطولش. طيب نفس الموضوع هعمل نيو لير تمام، بس هخلي الاحمر هنا بدل ما هو احمر كده ممكن اخليه مثلا يكون واخد اصفر، على اساس ان هو يديني شكل اللهب بتاع النار كده او اللهيب، والله مش فاكر اسمه بصراحه. اهو كل الالوان دي بتدي شكل كده تحس ان هي حاجه تخطف، حاجه تلسع، فاهمين يعني؟ الموضوع بيكون تحفه. هطلع مثلا باللوجو فوق بالشكل ده لو انا هستخدم صوره في النص، وممكن الناس تستكفي باللوجو فقط وبيانات التواصل وخلاص كده، بس لا خلينا مثلا هنخلي اللوجو فوق بالشكل ده تمام، وهنشوف مثلا صوره في الجزء اللي في النص وتحت ارقام التليفونات لا مفيش عنوان بقى لان ده منيو، العنوان هيكون في الفلايرز مثلا اللي هتتوزع في الشارع او الكلام ده. طيب يبقى انا مثلا هروح على شطر، هكتب له مثلا شيكن كريسبي، لو ده مثلا مطعم بتاع بروست بقى وكلام من ده، طبعا هتلاقي حاجات كتيرة جدا. خلينا نختار انضف او احسن صورة، يعني انت اتعب شوية انك تسرش تمام، مش اي حاجة تيجي قدامك تروح واخدها وتروح حاططها، انت ممكن يكون ذوقك تمام ما يعجبش كل الناس فاهمني، فانت في الاخر بتحاول تاخد الحاجة اللي تكون عجبك وحاسس برضو انها ممكن تعجب غيرك، ما تركزش انها تكون عجبك انت بس فاهمني. طبعا كل الاذواق مش واحدة يا جماعة، فانا مثلا هفضل هدور شوية، اتعب شويه في السيرش معلش. الناس فاكره ان المصممين المحترفين لما بيكونوا محتاجين صور ولا حاجه بيخشوا يجيبوها في ثانيه لانهم ناس فاهمين، لا 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 مفيش الكلام ده خالص، الموضوع كله بيكون صعب على الجميع. انا عايز اقول لك ان في حد ممكن يبقى داخل راسم حاجه في دماغه وعشان مش لاقي، يا اما بيحاول يقرب شويه من اللي في دماغه يا اما بيلغي الفكره اصلا. يعني هنشوف مع بعض مثلا ايه حاجه كده. طيب خليني هعلمكم حاجة كويسة بدل الموضوع ده، انا بتعامل في الدرس ده يا جماعة ان احنا فاتحين لايف من الاخر، يعني انا ما بحب الشغل المونتاج والكلام اللي ملوش لازمة ده. طيب في حاجة في دماغي هقول لكم عليها بس يا رب تظبط. يعني انا مثلا هكتب شكل هنا وانا هشكل كريسبي مثلا كده فري بيك في ال، مش هندور بس شوية معلش معلش يعني معلش معلش. طيب نشوف تاني 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 مفيش حاجة. طيب نرجع على شطر، طيب ممكن ناخد يعني نشوف حاجة زي كده، يعني هجيب صورة زي كده هنعمل لها بوكس ونحط اللوجو وشكل بقى وحركات وبتاع،
بدل ما ايه ما نجيب حاجة جاهزة يعني، فاهميني؟ انا ممكن في الفيديو ابقى اسرع الحاجات دي شوية على اساس ان الفيديو ما يبقاش طويل، او انتوا ممكن تبقى تقدموها يعني براحتكم يعني. يعني في حاجة في دماغي كده اللي هو ايه، انا عايز مثلا يكون شكل زي كده، بس ده واخد كونتراست عالي قوي يعني، هي شبه الفكرة دي شوية. ممكن البوكس ده شكله، بس حاسس ان فيه افضل يعني. موضوع السيرش يا جماعة مش سهل، مش سهل، صدقوني مش سهل على أي حد، لازم تتعب شوية إنك تجيب اللي في دماغك. خلونا نرجع للفري بيك مثلا. مثلا ممكن الشكل ده، هو متهيألي هو نفس الشكل بس ده من غير خلفية، هعمل له داونلود. تمام، هاجي هنا كده هكتب موكب بوكس الشكل ده، وهنزل كده. طبعا مش هو ده اللي انا قصدي عليه خالص. طيب ممكن نكتب موك اب مثلا باللاستيك، وهنزل برضو لحد ما الاقي اللي انا عايزه. يعني هي قربنا شوية، قربنا قربنا قربنا. طيب هكتب له موك اب بوكس برضو اهو، هو الشكل ده، هو ده بالظبط اللي انا عايزه. شايفين بقى الموضوع في السيرش يا جماعة بيكون عامل ازاي؟ يعني الموضوع فعلا مش انت مش مجرد بتخش تكتب تلاقي على طول. فانا مش هقدم، انا مش هقدم حاجة من الكلام ده، اخلي لكم ولا هقص ولا هعمل اي حاجة. انا كل اللي هاخد الشكل ده هسيب لكم كل الكلام ده زي ما هو كده في الفيديو، حتى لو كان الفيديو طويل بس في استفادة في الاخر. تمام، طيب انا هاخد الشكل ده. يا جماعة انا مش مسؤول عن اي صوت بيطلع في الشارع، سامحوني بقى، انا يعني انا لسه صاحي، قلت اسجل اول ما اصحى كده في الروقان برضو في صوت. معلش طبعا انا قصيت وعملت كونفيرت عشان خاطر الصورة تفضل محافظة على الكواليتي بتاعها. هشدها معايا كده، ركزوا بس في الحتت دي. انا بس عايز اخلي يكون الفراخ جوه البوكس، فانا هظبط كده. طيب هنعمل ايه في الحاجات اللي على الشمال واليمين دي؟ هقلل الاوبيسيتي بتاعتها، شايفين؟ هبدأ اشف. طيب انا هشد الفراخ دي لجوه شوية بالشكل ده على اساس انها تبقى جوه اللفة اللي هنا دي، وبرضو من الجنب التاني اهو اهو اهو. بس ما ايه ما يعني ما سيبش الفراغ ده، لا انا لازم املاه كده. طيب وبعد كده هعمل ايه؟ اجيب البين تول، ركزوا معايا ركزوا معايا، هقلل الاوبستي شويه، وهمشي مع اللفه بتاعه البوكس بالشكل ده اهو، شايفين اهو كده بالظبط. وهروح اهو
عامل ديليت للجزء اللي انا عملت عليه سيلكت، يعني هعمل راسترايز الاول وبعد كده ديليت. لما هعلي الاوبيسيتي بقى شايفين اكنها جوه البوكس بالظبط. طيب النقطه اللي بعد كده، العلبه دي لونها ايه؟ لا العلبه دي مش فيها فيل. لا لا لا، ما دماغكم ما تروحش للفيل. بصوا العلبه دي لونها ابيض، احنا دلوقتي عايزين نخلي لونها احمر. طب نعمل ايه؟ لو دوست كنترول يو مثلا وقعدت اعمل كده مفيش حاجه هتتغير. طيب يبقى الحل هقف على اللاير بتاعتها وهاجي كده عند الدايره اللي مش عارف هي شكلها ليه كده، وبعد كده اروح على الساتوريشن. تمام ركزوا معايا كده، اللاير دي المفروض ان هي فوق اللاير بتاعت البوكس. لو انا فضلت العب كده هيغير لي الوان الدنيا كلها. طيب انا عايز اخلي اللي انا هعمله جوه العلبه زي ما قلنا كتير، يبقى انا هدوس كنترول الت جي من الكيبورد كده، او هرجع وهعلم على العلامه دي فهيدخل لي اللي انا هعمله جوه العلبه فقط. طيب انا هاجي اعمل كده مش هتلاقي حاجه بتتغير. طيب هعمل ايه؟ هدوس على العلامه دي، شايف العلامه دي؟ هدوس عليها كده، هقلل اللايت من هنا كده شويه، هعلل الساتوريشن، هخلي مثلا بقى اللون بتاعها زي ما انا حابب يا باشا براحتك. تمام بالتالي انت ظبطت الاداء. طيب خليني مثلا اقول لك ان كده تمام. طيب في حركه حلوه هنعملها كمان، انا مثلا دلوقتي هعمل ميرج الاثنين مع بعض كنترول A بالشكل ده. طيب ممكن اجيب نيو لير وكنترول الت جي هدخل اللي انا هعمله جوه العلبه، ممكن اجيب البروش اللون الت واخد من نفس اللون ده بس الدرجه الغامقه سيكا، واروح عامل كليك هنا كده على اساس بقى ان انا اخلي ايه العلبه بقى غامقه من على الشمال واليمين بقى يا باشا، وفتحه من النص، وهخليها مثلا المالتي بس هقلل شويه الاوبسيتي بالشكل ده. طبعا هي لقطه حلوه وبسيطه في نفس الوقت. طيب الحركه اللي بعد كده انا اسف، ممكن اخد اللوجو الت كده وهشد منه عشان اعمل كوبي واطلعه فوق، وهروح مصغره بالشكل ده، حطه على العلبه بتاعتي بالشكل ده. تمام. طيب الخطوه اللي بعد كده، انا خليني بس اعمل الاول كل ده مع بعضه كده جروب، او مسكهم في بعض زي ما انت عايز. اتاكد بس ان كل ده، يعني انا هعمل ده كونفيرت عشان خاطر تبقى لير واحده ومحافظه على الكواليتي، واتاكد ان كل حاجه كونفيرت في الموضوع. تمام بعد كده هبدا اصغر براحتي او اكبر براحتي. طيب انا حاسس ان البروست ده محتاج البرايتنس بتاعه والكونتراست يتظبط شويه، فهعمل يعني هاجي كده عند الدايره اقف عليه الاول، وهاجي عند الدايره واجي عند البرايتنس كونتراست وكنترول الت جي منساش، وهعلي البرايتنس شويه ومثلا كونتراست سيكا، يعني عشان ما يبقاش بس قافل كده، اي حاجه بسيطه بس بتفرق. طيب وهرجع اعمل كونفرت كل الكلام ده شبكه في بعضه عادي. تمام وهبدا اشوف بقى يا باشا انت عايز تعمل ايه بقى بالبوكس ده، ممكن مثلا تكبره. تمام عايزين نعمل له الشادو. طيب نقطه الشادو، انا هقف تحت على الباك جراوند الحمراء، ممكن اجيب مثلا من الشيبس كده الدايره وهروح فردها بالشكل ده واخلي لونها اسود، وبعد كده عند فلتر البلور والموشن بلور مثلا هروح نزود ده كده، شايفين الشادو هيبدا يطلع معايا، هقلله بس عشان ما يبقاش اوفر. تمام. طيب ممكن نفس اللايتات اللي انا عاملها ورا اللوجو ممكن اخدها زي ما هي كده الت اسحبها اصغرها بس بالشكل ده، ممكن شمال ويمين بالشكل ده. طيب لو انا مثلا عايز بقى اعمل شويه شغل مثلا، ممكن اكتب سموك هنا كده، ممكن اخد اي سموك يكون شكله لطيف وهحطه فوق البوكس بالشكل ده، وهاجي عند النورمال ده خليها سكرين. تمام وممكن الليفلز مثلا اهو كنترول الت جي، وابدا اعمل كده لحد ما يخفي لي المربع اللي انت شفته بره ده. تمام وممكن اجي عند السموك بالاستيكا بالراحه، هحذف الحاجات اللي انا حاسس ان هي زياده شويه بس. بالتالي انت عملت دخان بطريقه سهله وبسيطه.
تمام. طيب ممكن اروح عند فري بيك اشوف مثلا اي فراخ تانية ممكن مثلا اخد الشكل ده او الشكل ده اعمله داونلود، ممكن اخد الجناح كمان. اقص مثلا كل الابيض ده على طول كده بالماجيك، ديليت كونفرت، هو ادخله لي جوه السموك؟ لا انا عايز ده بس. اهو يعني هنخليها اكنها طايره كده طبعا الحاجات الطايره دي يا جماعه بتدي شكل بيخطف العين بطريقه فظيعه يعني ركزوا على الحاجات الطايره اللي فيها لقطه اللي فيها خطفه، تمام. الموضوع ده بيفرق كتير جدا اهو. هو ممكن اكرر يعني، انت بقى لو انت شايف ان انت مش هتعرف كل شوية تروح وتحمل وداونلود ومفيش وقت والكلام ده، كرر بقى لحد ما ايه ما الدنيا تظبط. اهم حاجة يكون شكلهم بس كويس. تمام. طيب ممكن مثلا لو انت راجل مثلا ضعيف في الانجليش شوية زي حالاتي يا عم، والله احنا كلنا على قدنا، هنكتب مثلا خضروات مثلا، هسرش كده في حاجات كده بتكون صغيرة هقول لكم عليها دلوقتي. فين انت؟ فين انت؟ فين؟ مثلا ممكن حاجات شبه الورق اللي هو او اعتقد بلاش، لان يعني هي اعتقد الحاجات دي ملهاش علاقة. هي ممكن الفلفل والليمون، لا البلوست بيكون ايه يا جماعة؟ فلفل عادي صح؟ طيب يعني مثلا يعني خليني ايه برضو اقول لكم على شكل الشكل هيكون عامل ازاي، وانتوا يعني بعد كده ممكن تضيفوه في حاجة تانية. يعني هاخد مثلا الشكل ده، ما شاء الله ما شاء الله حذف لي كل حاجة. طيب خلينا مثلا ناخد في حاجات كده انت فاهم لو جربتها مش عارف هتبقى ايه. لا ما اعتقدش انها هتبقى حلوة صح؟ انت ممكن تبقى داخل تجيب حاجة تلاقي حاجة تانية، فشايف انت تفضل تجرب ممكن تطلع معاك حلوة فخلاص يعني، بس لا يعني بلاش. كنت هعمل ايه؟ نرجع كده على الملف ده جايز نطلع منه بحاجة يعني، بس لا ما اعتقدش يعني في حاجة حلوة. لا لا بلاش 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 بلاش، مش هاخد حتى الورق ده، انا حاسس ان هو مش هيبقى ماشي. ايه علاقته بالبروست اصلا يعني؟ صح مالوش علاقة والله. تهيألي ممكن الطماطم والفلفل يعني، متهيألي مش عارف، مثلا طماطم وفلفل وهروح حاططهم هنا كده نشوف ده ونشوف ده.
خلينا ناخد ده فيه شوية نار كده، فيه شوية شغل حلوين يعني. أنا مش عارف يعني، هو بيغريني برضو بالشكل بتاع الورق يعني، أصل أنا بحب الحاجات الطايرة فاهمين. مش عارف انت عايز مني ايه. هاخدك متزعليش. يعني شايفين بيدي شكل كده فاهمين انتوا، الحاجات دي بتدي شكل كده لذيذ. بس احنا ممكن نوسع يعني، ممكن اخد الجزء ده هعمل راسترايز وكليك يمين كده كلير فيا كات عشان يخلي لي ديف لير لوحدها فاهمين اهو. مش يعني شكلها حلو، شكلها حلو، بس هل هي لها علاقة بقى؟ مش عارف يعني. مش تمام. صغر ده شوية. تمام ماشي زي الفل يا عم. ماشي مش هقول لك لا، هاخد بس الفلفلاية دي بعد إذنك يعني، هاخد بس الفلفلاية بس في أي مكان يعجبك يعني. طب مايه في حاجة بس مهمة يعني عشان برضو مبقاش ناسيها، احنا شغالين الصور بتاعتنا ستوكات، صور حقيقية الفراخ. طبعا الحاجات الطايرة دي فيكتوريات يعني، انا شايف ان هو ما ينفعش فاهمني يعني، هو في الاخر يا اما تشتغل فيكتور من البداية يا اما تشتغل استوكات من البداية وصور من البداية. طيب انا عشان ما اقعدش ادور كتير وبتاع، فانا يعني بوريكم الشكل هيكون عامل ازاي. انا ممكن استغنى عن كل ده على فكرة، بس خلينا ايه نكمل زي ما احنا، وفي نفس الوقت يعني مش باينه قوي انها فيكتور، هو ده اللي مخليني مكمل يعني. بس النقطه عشان برضو انتوا تبقوا عارفين الصح عشان نبقى واضحين. تمام طيب هاخد مثلا النور، هشوف كده ممكن يبقى شكلها ايه، بس ده هيخليها من ورا العلبه وهعملها سكرين. شايفين؟ اوعى اوعى. شكل بقى يعني دمار، في دمار في الموضوع والله. احاول بس اقلل الاصفر اللي ورا العلبة شوية، شايفين عشان يبين لي العناصر بس وما يكونش كله سايح في بعضه. شايفين الشكل يعني، انت لو مسكت منيو زي ده في ايديك هيخطفك بصراحة يعني، او انا اللي هتخطف، جايز يكون ذوقي برضو مش مش احسن حاجة يعني. كل واحد بيتكلم على ذوقه. تمام انا بس بحاول ايه امسك كل الكلام ده عشان خاطر يا ابني. يلا يا حبيبي يلا يا بابا. بس كده ممكن اعمل دول كلهم في جروب اهو. شادو ما جاش، شادو ما جاش. بس كده تمام. طيب اهم حاجة ما احاولش احود ده شمال ولا يمين، ركزوا عشان الدنيا ما تبص. ممكن مثلا هنا اختار مثلا سلوجا طعم يخطفك. ادي كشيدة هنا كده شوية. تمام هخليها معانا، وهروح كده عند فيبك وهكتب له تكست ستايل
تمام، ممكن مثلا اخد اي شكل انا شايف ان هو هيبقى كويس، يعني خلينا سريعا 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 نشوف الشكل ده. طبعا كلنا عارفين ازاي نحط الستايل على الكلمة، بس هنشرحه تاني. اخلي بس اللون الاول بالاسود. تمام، ممكن مثلا اعمل اي شكل كده اهو، يعني اي حاجة كده تدي شكل لذيذ كده. او بلاش بلاش، مش عايز، مش عايز، كفاية. اول ما تحس ان الموضوع بدأ يخش معاك في الزحمة حاول ترجع بسرعة، حاول تلف وترجع. طيب ده الملف اهو، عشان برضه افهمكم، الملف بيفتح بالشكل ده. بروح عند الكلمة الموجودة هنا اهو، بدوس دبل كليك بيفتح لي الشكل ده. كل اللي انا هعمله ان انا هروح اقفل بس الكلام ده، هاخد الكلمة بتاعتي اوديها اهو. طيب الكلمة اللي في الملف شكلها اصفر، يبقى انا لازم اخلي الكلمة بتاعتي نفس اللون ده، وهمسح اللي ورا واخلي الكلمة بتاعتي فقط، وهقفل من هنا كده وهدوس اس. هستنى عليه شوية وهرجع تاني لنفس الملف، هلاقي ان هو حط لي الستايل بتاع الملف اللي انا حملته على الكلمة بتاعتي اهو بكل بساطة. تمام. طيب الافكت اهو، هو الملف بيكون تقيل جدا يا جماعة، ركزوا برضو في الموضوع ده، ما حدش يستغرب. انا بس هعمل كونفرت من هنا كده الاول عشان الدنيا دي تخف معايا اهو. اهو كده خفت معايا اهي، ابدأ اشدها على الديزاين بتاعي. طبعا اختار انت المكان اللي يعجبك براحتك. تمام، ممكن بس اخلي لونها يكون برتقالي شوية. يعني ممكن تبقى في النص ماشي تحت العلبة على طول زي ما انت شايف بقى، يعني براحتك. تمام. طيب انا ممكن صغر اللوجو شوية واطلع بالفوق على اساس ان انا اعمل مساحة تحت للبيانات التواصل. اللايتات برضو خدها معايا. تمام. هنا هكتب ارقام التليفونات، مثلا ده رقم تليفون كان معايا واتقفل، يعني عشان ما نكتبش رقم يكون تبع حد. تمام، ممكن بقى انت براحتك عايز تحط مثلا شكل زي كده، يكون مثلا لونه اي لون اغمق افتح بدماغك، يعني مش عايز تحط برضه براحتك. تمام، ازاي الون الرقم؟ ممكن مثلا اعمل سيليكت على الجزء ده واروح جاي عند المربع ده مختار الاصفر، ابص كده. طيب ازاي اكبر الرقم؟ ممكن على نفس السيليكت اروح معلي الرقم ده هيكبر لي الجزء ده، واروح اعمل سيليكت هيروح عاطيني نفس التكبير هنا تلقائيا، يعني واخلي لونه اصفر اهو بكل سهولة يعني. تمام، انا مثلا ممكن تحط اي كلمة يعني براحتك. نمبر فون مثلا، هعمل خطين كده عشان يعملوا توازن معايا. تمام، تحت ممكن يبقى العنوان، بس احنا عشان ما فيش عنوان دلوقتي فانا مش هحط عنوان. بس يعني بالتالي اظن انت كده عملت وش منيو قوي جدا، سهل وبسيط، ما فيهوش صعوبة نهائيا. زي الفل كده احنا خلصنا الوش. تمام، هعمل سيف
عشان لو الدنيا وقفت معايا او حصلت مشكلة. تمام، هنيجي بقى عند موضوع الاسعار وال اللهم صل على سيدنا محمد الاصناف. طيب خلينا مثلا نكتب منيو، ناخد مثلا اي داتا من اي منيو موجود مثلا. مش هشوف، انا مش هشوف يا عم والله، نظري ضعيف. عايز حاجة تكون كبيرة يا جماعة. لا اله الا الله يا عم، منيو بروست مش عارف. طيب مش عارف، طيب خلاص مش لازم نجيب داتا. طيب خلينا احنا نكتب مثلا، انا مثلا بيكون معايا الداتا اللي انت بتاخدها من العميل. تمام، هاجي كده تكست اهو، وهكتب مثلا وجبه بروست قطعتين، انتر. يعني انت بعد كده بتدوس انتر عشان ينزلك تحت. تمام، وجبه بروست 3 قطع، انتر. وجبه بروست 4 قطع، انتر. وجبه بروست 5 قطع، انتر. فاهمين؟ يعني خليني اخد كوبي من ده وافضل اكرر فيه كده، املى بالصفحه بالشكل ده. طيب طبعا لازم يكون حجم الكلام هنا بقى لازم يكون صغير شويه. طيب انا مثلا شايف ان مثلا الكلمه الطويله وجبه بروست مثلا بروست وبطاطس مثلا، انا يعني عايز اطول الكلمه مثلا الاولى. فطبعا انت ممكن تلاقي كلمه طويله فوق، كلمه قصيره تحت، كلمه مش عارف ايه. طيب انا باجي عند اطول كلمه في الموضوع وبروح جاي شادد مسطره من هنا كده عند اخر اطول كلمه، حلو، وببدا اطول الـ 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 الكلمه اللي تحتها، بفضل ادي في كشايد لحد ما ما ما, ما وصل. فاهمين؟ السطور كلها تبقى على نفس المسطره الشمال اللي انا حطيتها دي، عشان يبقى كل الجزء ده اللي انت كتبت فيه يكون بادئ من الاول مع بعضه ويكون خلصان في الاخر مع بعضه. ده التنسيق عشان يبقى الدنيا مريحة للعين. تمام، فانا عشان ما اطولش عليكم او ما اشغلش بالكم بالموضوع ده، انا خليني بعد ما خلصت مثلا الكلام بروح حاطط هنا كده الشكل اللي هكتب فيه السعر. تمام، بروح حاطط الشكل اللي بالمنظر ده اللي انا هحط فيه السعر. ممكن اخلي الكلام يبقى في النص، مفيش اي مشكلة خالص. تمام، وهنا مثلا نفس الكلام هروح عامل سيليكت على كله اهو، وهات مثلا 10 انتر، 20 انتر، 30 انتر، 40 انتر، 50 انتر، 60 انتر، 70 انتر. هتلاقي طبعا الكلام محذوف من اليمين وجاي من الشمال، فانت هتعمل سيلكت كله، هتيجي شايف الثلاثه دول انت كده عايز الكلام يبدا من اليمين او من الشمال او من النص. هروح تقيس على في النص، هيجيب لك الـ الاسعار كلها في النص. واروح زي ما انا كده مغير لونها اهو، طلعها فوق وهظبط كده عشان كله يبقى جنب بعضه بالشكل ده. يبقى انت بالتالي عرفت ازاي تكتب الاسعار، عرفت ازاي تكتب الاصناف، عرفت ازاي تنسق، بتحط الصور بتاعتك في الشكل او في المكان اللي يعجبك. ممكن تبص على منيوهات تانية تاخد افكار وتاخد تعمل تغذية بصرية، وبعد ما بتخلص بتخش على الظهر تعمل كل الكلام ده. اظن الموضوع بسيط، يا رب يكون عجبكم، مستني رأيكم واشوفكم في اللي جاي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.